اللهم صل على محمد وآل محمد يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت رب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا الشهر نظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو الشهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدًى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيها ليلة القدر وجعلتها خير من ألف شهر يا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك ركبتي من النار بمن تمن عليه وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج قائم آل محمد.